عام 2000 ومع اقتراب القرن الجديد كان في لاس فيغاس شقيقان شابان يحملان اسما مشهورا في عالم الجريمة يخططان لأكبر عملية سطو على كازينوهات العالم. هذه ليست عملية سطو عادية، إنها عملية حديثة وعالية التقنية وواسعة النطاق ولكنها دقيقة في التفاصيل. جنى الشقيقان بضعة دولارات فقط، ولكنهما انتظروا بصبر للحظة الحظ، والآن تلك اللحظة قد حانت. لقد اكتشفوا ثغرة وقاموا بحساب الأرقام وصاغوا خطة من 5 خطوات. الكازينوهات الكبرى في لاس فيغاس على وشك أن تدفع لهم ملايين الدولارات. تبدأ القصة في موموث نيو جيرسي قبل حوالي عقد من الزمان. يشارك فرانك وأنطوني روسيلي اسمهم مع زعيم مافيا مشهور جوني روسيلي الوسيم، لكنهما ليسا من أقاربه، وجوني روسيلي الوسيم قد رحل منذ زمن طويل. أيام المافيا مثل جوني الوسيم، ماير لانسكي وفرانكي روسينثال التي كانت تغسل الملايين في لاس فيغاس وأتلانتيك سيتي قد انتهت بعد سلسلة من الاعتقالات وظهور تنظيمات جديدة. كل شيء تغير، ومع ذلك لا يزال الأخوان روسيلي يحلمان بحلم كبير، يعتقدان أن الوقت قد حان لسرقة الكازينوهات بالكامل. كل ما يحتاجان إليه هو العثور على طريقة للقيام بذلك. انتشرت التزويرات في التسعينيات، لكن الكازينوهات على دراية بذلك. ومع ذلك فإن التكنولوجيا تعمل على تغيير الطفرة الأخيرة في الحوسبة التي توفر فرصة فريدة من نوعها. بدأ الأشخاص والشركات في استخدام ما يطلقون عليه في شبكة الويب وورلد وايد. لدى الإخوة فكرة عن هذه المعلومات مع تزايد شعبية هذا الطريق السريع الجديد للمعلومات وعدم كفاءة البشر. لديهم المسودة الأولى لما يعتقدون أنه الطريقة المثالية للاحتيال على لاس فيغاس بملايين الدولارات، والاحتمالات التي يرونها تبدأ بالهاكينج. حان الوقت للمرحلة الأولى من خطتهم. واحدة من خططهم هي أن يعرفوا أنه عندما تكون الشرير، من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو أن تجعل نفسك تبدو كأنك الشخص الجيد. وهذا هو الملخص الذي تم تقديمه لمجموعة من القراصنة المتخصصين في التكنولوجيا الذين سيتورطون قريباً في الشبكة المظلمة. هؤلاء القراصنة هم في الأساس مرتزقة رقميون وعلى استعداد لاختراق كميات هائلة من البيانات التي يتيحها هذا العالم الجديد. قالوا الإخوة للهاكرز: نريد هويات نقية تماماً وثرية، أشخاصاً ذوي دخل عال، تقييمات ائتمانية لا تشوبها شائبة، ولا توجد أي علامات حمراء على الإطلاق. لذا بدأ القراصنة العمل، حيث يقومون باختراق أنظمة البيانات الائتمانية الأمريكية ويجمعون قائمة بهويات لأشخاص حيين يمتلكون درجات ائتمانية مثالية. لكي يساعدوا الأخوين روسيلي في التقدم، يعود القراصنة أيضاً إلى الأرشيفات، مستعرضين هويات الأشخاص الأقل احتمالاً لاكتشاف الأمر، وهم المتوفون، لأنهم كانوا مثاليين. عندما يموت الناس، عادة ما تستهلك سجلاتهم المالية من قبل الأقارب أو ببساطة تختفي. في كلا الحالتين لم يتم إشعار نظام الائتمان في البلاد، ثم سلموا عملهم للأخوين اللذين أصبح لديهم الآن قائمة بهويات جديدة ذات درجات ائتمانية مثالية مثل تشارلز كينت وبيل هيرن. قاموا بتزوير كل شيء، الحصول على هويات جديدة، فتح حسابات مصرفية، ومن ثم حان الوقت للتعارف، لأن الوقت قد حان لتلتقي الكازينوهات ببعض الزبائن الجدد الأثرياء. لكن هناك مشكلة، الكازينوهات ترغب في اللاعبين الكبار، لكن هؤلاء اللاعبين يشكلون خطراً، ليس لأنهم قد يفوزون أحياناً، لأن على المدى الطويل تكون الكازينوهات هي الفائزة دائماً. الخطر يكمن في أن اللاعبين الكبار عندما يمرون بليلة سيئة يريدون الاستمرار في اللعب، وكيف يمكنهم فعل ذلك عندما يخسرون المزيد من المال إذا لم يكن لديهم رقاقات للعب بها؟ هنا تقوم الكازينو بإقراضهم رقاقات، ولكن لضمان أنهم قادرون على سداد القرض يحتاجون إلى فحص حساباتهم البنكية. كان يجب الحفاظ على أرصدة نقدية مستقرة في حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل أن توافق الكازينو على منحهم الائتمان. فهم الإخوان أن هذه العملية تحتاج إلى وقت ومال، لذا يبدأون بإيداع $50,000 في كل حساب كازينو جديد. لكنهم فكروا جيداً في المستقبل، لأن رغم المخاطر الكبيرة لن يخسروا أياً من هذا المال. بعد فترة يزيدون الحد إلى $100,000، والهدف بسيط: الظهور والتصرف كمواطنين أثرياء مثاليين أثناء بناء ملف شخصي على مدار فترة 6 أشهر. إنها مكلفة، لكنها سهلة وتعد المسرح لما سيأتي بعد ذلك. المرحلة التالية هي الوصول إلى الطاولات. في ديسمبر 1995 يتواصل الإخوان مرة أخرى مع الكازينو ويطلبون الائتمان. لمن لا يعلم، الائتمانات هي تسهيلات مالية تقدمها الكازينوهات للاعبين، تسمح لهم باللعب بمبالغ كبيرة من المال دون الحاجة إلى دفعها فوراً. تم الموافقة على طلبهم حتى $50,000، ثم يتوجهون ليس فقط إلى أتلانتيك سيتي ولكن إلى فيغاس أيضاً. يقدمون الهويات المطلوبة، وبعد 15 دقيقة يكونون يلعبون. نفس الشيء يحدث في MGM Grand وسيزرز بالاس.
وكل كازينو يقبل أموالهم. يتأكدون من التجوال كل عطلة نهاية أسبوع، حتى أنهم يلعبون في بورتوريكو حيث لديهم بعض الاتصالات. لكن أينما ذهبوا يخسرون. من الخارج لا يبدو الوضع جيداً، حتى تدرك أن الخسارة جزء من الخطة. تدريجياً ومع استمرارهم في الخسارة بدأوا في استخدام الائتمان، مبالغ صغيرة في البداية، ربما 10,000 دولار فقط ليتمكنوا من الاستمرار في اللعب. لكن بسرعة وهم يوقعون على إيصالات القروض ويحصلون على الرقاقات، يدفعون تلك الإيصالات في الوقت المحدد، يظهرون بأنهم موثوقون، ثم يستخدمون المزيد من الائتمان 20,000 دولار، يوقعون على الإيصال، يلعبون بالرقاقات ثم يدفعونها في الوقت المحدد، ثم 50,000 دولار. الإخوان تحت هوياتهم المزيفة المختلفة يصبحون لاعبين كباراً حقيقيين، يحصلون على كل الامتيازات، الشمبانيا، الليموزينات، الأجنحة الفاخرة وكل شيء. الآن الكازينوهات تحب أن تعرف زبائنها المميزين مثل تشارلز كينت وبيل هيرن، لذا قد تبدأ بالتحقيق. لكن إذا فعلت ستجد أن كل شيء صحيح. جميع أسمائهم المستعارة الرئيسية مسجلة في عناوين أجنحة فاخرة حقيقية، فورتلي بالنسبة لكينت وإيدج ووتر بالنسبة لهيرن، ويستخدمون خدمة الرد، لذا إذا اتصلت سيأخذ مساعد شخصي رسالتك. حتى أنهم أنشأوا شركات JDS Global وWorld Wide Western بمكاتب وأمينات واشتراكات وكل شيء. مستشارون استثماريون دوليون في مكتب فورتلي وهيرن في مانهاتن. الديون دائماً تسد، كل شيء يسير حسب الخطة، إلا أنهم لم يحققوا أرباحاً بعد. يجب أن يكونوا في خسائر كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات. ليبدو الأمر كذلك للعين غير المدربة، ولكن الأمور ليست كما تبدو. الألعاب الرئيسية التي يلعبها الإخوة هي البكرات والكريبس، وقد اختاروها لسبب معين. كل منهما يمكنه تمكين الرهان المتوازن. إليكم كيفية عمل ذلك. البكرات هي لعبة ورق، حيث يمكن للاعبين الرهان على ما إذا كانت يد اللاعب أو يد المصرفي ستحقق قيمة أقرب إلى 9. هذه الاحتمالات قريبة من التساوي، ويستغل الإخوة ذلك بوجود لاعبين في نفس اللعبة. بينما كان تشارلز كنت يراهن على نتيجة واحدة مثلاً، كان بيل هيرن أو شخص آخر من طاقمهم باستخدام هوية زائفة أخرى يلعبون على نفس الطاولة ويراهنون بمبلغ مماثل على النتيجة المعاكسة، أي المصرفي. وبنفس الطريقة فإن لعبة الكريبس هي لعبة نرد، حيث يستخدم الإخوة لاعبين للرهان على نتائج معاكسة. باختصار يلعبان معاً بدون علم المصرفي، وإذا خسر واحد منهم يفوز الآخر. هذا الرهان المتوازن يعني أنهم يمكنهم تغطية خسائرهم سراً، لأنه إذا خسر تشارلز خلال أمسية فإن بيل هيرن سيربح مبلغاً مماثلاً، كل ذلك مع الحفاظ على مظهر اللاعب بأموال ضخمة. ولضمان أن الأرباح لا تلفت الانتباه، يتم تصفية الرقاقات بمبالغ صغيرة أقل من 10,000 دولار لتجنب متطلبات الإبلاغ لمصلحة الضرائب، وأقل من 2,500 دولار لتجنب الأسئلة من حراس الكازينو. كل شيء مصمم لكي لا يشك أحد. ولمدة 5 سنوات كاملة استمر الإخوة في العملية، وأصبحت العملية أكبر وأكثر تعقيداً، وتوسع طاقمهم واستمروا في اللعب وتحقيق الخسائر وبناء الائتمان. خطوط ائتمان الكازينو التي كانت تبلغ 50,000 دولار سرعان ما أصبحت 100,000 دولار، ثم 200,000 دولار، ثم 500,000 وحتى 1,000,000 في بعض منتجعات الكازينو الفاخرة. لكنهم دائماً كانوا يسددونها مباشرة ويربحون مبالغ مماثلة لتغطية تكاليفهم. كل شيء كان مجدولاً، الأوقات، الأماكن، الهويات المزيفة، بحيث لا يلاحظ أي رئيس حفرة أو موزع اللاعبين المختلفين الذين يلعبون أدواراً مختلفة. العديد منهم لا يفهمون حتى الخطة الأكبر بأنفسهم. إنها عملية شبكة ضخمة مع ضغط مستمر للبقاء محترفين، وهو ليس سهلاً عندما تعيش مثل لاعب كبير. وما زالوا لم يحققوا أي أموال حقيقية. الإخوة ينتظرون وينتظرون لأن صبرهم يؤثر مباشرة على مقدار ما سيأخذونه. وأخيراً عندما يصبح عام 2000 يكون الوقت قد حان. إنه 1 يناير 2000 مع كل الاحتفالات. إنه واحد من أوقات السنة الأكثر ازدحاماً في تقويم الكازينو، والأفضل من ذلك هذا العام هو الألفية. الوقت قد حان، العالم كله مشغول. هذا هو الوقت الأفضل لتنفيذ عملية احتيال على الكازينو. هكذا سيفعلونها، سيضرب الطاقم بأكمله الكازينوهات، سيستخدمون هوياتهم الزائفة ويعملون على مدار الساعة وبسرعة في كل كازينو تحت كل هوية. سيطلبون أكبر قدر ممكن من الائتمان. في البداية سيستخدموا تلك الرقاقات لوضع رهانات لجعل الأمر يبدو شرعياً، رهانات كبيرة تصل إلى 100,000 دولار. بعضهم يفوز حتى، لكن الجميع سيزيدون هذا الائتمان الذي يعرض عليهم لآخر مرة، ثم يصرفون كل شيء.
لا يوجد قلق الآن بشأن حد $10,000 لمصلحة الضرائب. سيصرفون كل شيء بمجرد أن يغسلوا الكازينوهات قدر المستطاع، بعدها سيختفون. في الأشهر التالية يستغرق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتاً طويلاً لتحديد مقدار ما أخذوه. ترى الكازينوهات تطاردهم للحصول على السداد كالعادة، ولأنهم بنوا تلك الحياة المزيفة هناك أدلة، ولكن ما يحدث بعد ذلك هو الجزء الأخير من الخطة، لأن الإخوة يعرفون أنه عند مطاردة الأوراق غير المدفوعة لا تتحرك الكازينوهات بسرعة. لديهم بروتوكول يتبعونه. أولاً يرسلون تذكيرات مهذبة، ثم تذكيرات بتهديدات استرداد، ثم اتصالات هاتفية والتي بالطبع لا يتم الرد عليها أبداً. وبحلول الوقت الذي تنفذ فيه أفكار الكازينوهات تبدأ في مقارنة الملاحظات، وتدرك أن هناك شيئاً ما خطأ، وتكون مصلحة الضرائب قد تدخلت أيضاً. قبل أن يدركوا ذلك مرت 6 أشهر، 6 أشهر على اختفائهم وعدم تركهم أي أثر. وفقط عندئذ في يونيو عام 2000 تتصل الكازينوهات بمكتب التحقيقات الفيدرالي، يصل الأخوان روسيلي بسرعة إلى قائمة الأكثر طلباً من مكتب التحقيقات الفيدرالي. لكن بالطبع يكتشفون قريباً أن الأخوان روسيلي ماتوا منذ سنوات. كانت تلك هويات مسروقة تقود الخيوط إلى المزيد من الأشخاص المتوفين أو إلى الأشخاص الأبرياء الأحياء الذين تم استنساخ حياتهم، والذين يطلب منهم الآن سداد مئات الآلاف من الدولارات التي لم ينفقوها. الأخوان روسيلي، أو بالأحرى الفريق من الأشخاص الذين عملوا معاً وأصبحوا الأخوان روسيلي الأسطوريين، لم يتم التعرف عليهم أبداً ولم يتم العثور عليهم أبداً. يختفون في سحابة من الدخان، وليس لدى الكازينوهات أي وسيلة لاستعادة 37 مليون دولار التي أخذوها. لا يحبون الخسارة، لذلك ليست قصة يتحدثون عنها، لكنهم يتغيرون، يضطرون لذلك. عملية الاحتيال على الكازينو من قبل الأخوان روسيلي تعتبر درساً تحذيرياً لصناعة القمار. يبدأون في استخدام برامج أكثر تطوراً لإجراء فحوصات هوية صارمة. يتم ترقية أنظمة المراقبة بكاميرات وتحليلات أفضل، ويتلقى الموظفون تدريباً للكشف عن السلوك الاحتيالي. يتم تكثيف المراقبة المالية أيضاً، حيث يتم وضع حدود إبلاغ أقل، ويتم تحسين التعاون مع تطبيق القانون. ومع ذلك يبقى الأخوان روسيلي أحراراً يعيشون من أكبر عملية الاحتيال على الكازينو في التاريخ.